سامعكم دستور دستور على اليوتيوب معنا فيديو استعراض لها الجيش السعودي قبل الفيديو عودك اشترك بقناة واضغط لايك والله نبدأ الفيديو بدأنا الفيديو من الاستعراض بدأنا اكواد الاستعراض قبل يخش في الدلوقتي بدأنا في قوات البرية او قوات المشاة في استعداد تدريبات العلم السعودي العالم السعودي موسيقى مرة نارية للاستعراض العسكري أو تخرج دفعات من الكلية العسكرية السعودية شوف دي عملية القفز أو القبض على المجرمين من جوا السيارة دي برضه الاستعراض العسكري أول الاستعراض للطيارات بتجيب التحية بالدرس السعودية للطيارات من فوق دي القوات الخاصة شو القوات الخاصة دي برضو بدي تدريبات برضو التحام ازاي تحمي عدو زي كده شوفها شوفوا بتاع عامل ازاي استعراض الدبابات دي واحدة يعني حاطين حافل اللي بتاع مسمي زي تغطية ولا اي حاجة زي دي تغطيات وكده القوات البحرية للطيارات القوات البرية قوات المشاة للدفاع الجوي هذه قوات برضو مشاة سلاح الطيران التصوير من سلاح الطيران برضو لقوات المشاة شوف القوات عاملة ازاي دوسو للدبابة M16 للمساحة المدفعية لقوات الدفاع الجوي من تحية دي عمليات وتدريبات الذخيرة الحية لطيارات الأباتشي طيارات الأباتشي لاستعراض الدبابات ما يكون حرم الشرفين جيب مظلات قوات المظلات لقوات السنايبر دي بتخهم ورا الأعداء وكده لطيارات الأباتشي نحو الركاب للسيارات المدرعة والمنشات لاستعراض الطيران تبقى الاستعراض الجوي الاستعراض الجوي طيارات الأباتشي والسلاح المدفعية والمشاة لقوات الإسعاف مثلا نقل الجرحى وكده دي بنقل الجرحى وكده شوف دي يعني ازاي كم واحد متعلق بالحبل وهو طاير كونه بيعملوا تدريبات يعني دي يتم الجاهزية للقوات المسلحة السعودية يتم فيها الجاهزية لأي مخاطر أو تهديدات في قوات الطيارات دي طلبة كم ملي دي دي بتخترق هذه الصلبة بيات برضو الدعم القوات الجوية شوف القوات الجوية عاملة ازاي السلاح برضه من سلاح دي الميج 29 الروسية القرآن الكريم واو يصلون بشكل الدفاع في القوات البحرية عشان علم القوات البحرية ورا دي منظومة الدفاع الجوي الأمريكية من الاستعراض العسكري هاي الاستعراض العسكري عامل ازاي واو واو دول الاستعراض العسكري يتم جاهزية ويتم فهم جاهزين لأي تهديدات خارج أو خارج اليوم شوفوا الواد نط ازاي يعني بيشوفوا الأعداء كمان بنطوا من العربية العربية ماشية بالكلاشينكوف هاي الاستعراض كل سنة بتنسى اشترك على القناة ألف اشترك